والله صار من المدرب. يعني انت تلعب لي مهاجم واحد فريق اوزباكستان مسلم منك المباراه في ملعبك، انت المفروض تنهيها باكثر عن 3 اهداف، من هجمتين يسجل علينا جولين. يا حي الله حكم، حرام والله حرام، حرام لهالجمهور اللي حاضر يرد مهزوم. الله كريم، بس الله كريم. لا اداء جميل، اداء جميل، بس الحظ منه ما انكتب. ان شاء الله معوضين في المباراه الجايه ان شاء الله. انا اتمنى، انا مستغرب يعني الساسع ما عندي فريق، ما يمتم له فريق، ليش دخلوه؟ ليش هذا ما من المدرب من الاتحاد؟ خليه يشبع الحين، بيفوز على اليابان يشبع. نعوض ان شاء الله المباراه الاخيره مع الفريق الثاني، اما مع اليابان محسومه باي باي. مستغرب ليش خالد الهاجري خلف التشكيله، مستغرب ما شاء مهاجمين في عمان وايدي مهاجمين. حرام والله بصراحه يطلع هالجمهور، حرام يطلع هذا الجمهور، يا اما كان بعيد وحرام يطلع حزين صراحه. يعني لعبنا كوره حلوه، لكن هذا المنتخب العماني اهم شيء ريح جمهوره بجود، يعني اللي جاي من بعيد، وان شاء الله الجايات الجمهور موجود وان شاء الله بنفوز. يعني انا قريت، انا الشوط الاول قريت المنتخب الاوزبكستاني اوكي، الشوط الثاني خلاص انا هاجم، انزل مهاجمين خلاص، نزل الغساني، وين الغساني؟ ليش مخليني في الدكه يا اخي؟ ما يصير هذا جمهور، حرام يطلع يا اخي. جمهور جاي متعني من جميع المناطق في السلطنه، ولازم يعني الفريق، ليش الفريق ما عطى الجمهور حقه؟ ليش ما اعطى حقه؟ الحارس فايز ما اعرف ويش صاير له، يعني ردوا لنا الحبسي، يعني الاصابه ماله يمكن يتعافى والله شيء. هم من هجمه بسيطه جابوا علينا هدفين، قادم اجمل ان شاء الله. معوضين ان شاء الله، هذا اول مباراه وما نفقد الامل يا جماعه الخير، بنعوض ان شاء الله يا اخوي. اليابان شو اليابان؟ شو اليابان؟ كانت عقده في الزمن زين، الحين شفت الى تاريخ اوزباكستان كم فزنا عليها؟ 4 مرات صح ولا لا؟ فزت علينا مره واحده اليوم الثانيه. اليابان نفس الشيء دائما، ما عليه لكل مباراه ظروفها وحساباتها، وهذا مباراه اول افتتاحيه يا جماعه الخير، ما نستعجل على المنتخب، ما نستعجل ويعطيكم العافيه. السبب الاول، سبب الهزيمه الاول والاخير الاتحاد العماني، السبب الوسطات، في لعيبه حرام يلعبوا في المنتخب، في لعيبه ما يستاهلون لبسوا. عندك الهاجري ما يستاهل، الشيادي ما يستاهل يلبس بدله المنتخب، حرام والله. آه. الجمهور حرام يطلع خسران بالمباراه اليوم. انا اقول لك طيب بامانه، الخساره الاولى سببها حقيقه المدرب. السبب انه دائما كل المباريات الوديه وغير الوديه لعبنا مهاجم واحد. انا مهزوم في الشوط الاول 1-0، معقولة ألعب المباراة في الشوط الثاني بمهاجم واحد؟ ليش المانع أني ألعب 3-5-2 بمهاجمين، أو ألعب بثلاثة مهاجمين ما دام أني خسران؟ في النهاية هي في النهاية خسارة. يا أخي يا يغير هذا المدرب الثانية. النقطة الثانية أن عندي لاعب تقريبا سنة ما لعب مع نادي، سنة ألعبه في أساسي، يا أخي في من هو أفضل منه في الدوري؟ ليش هذه المجاملات الزايدة؟ لين متى نحن نضل؟ يعني حرام هالجمهور ما يقارب 20 ألف، وهذا متعنين هذه المسافه على اساس على اساس ان نرفع اسم البلد، حرام بهذا المستوى حقيقه. اللي ما عنده استعداد من اي لاعب في المنتخب، ما عنده شعار الوطن، من الافضل انه يقول انا اقدم استقالتي من المنتخب، ما اريد، من كان مدرب او اداري. اشكرك. هذا اقول لك كابتن علي الحمزي محارب من اداره نظام الاتحاد، محارب، انا اقول محارب كابتن علي. طيب شو اسباب استبعاد على الحبسي؟ الحبسي باكر يلعب مع الهلال، عنده شيء والله صارت صرنا. ان شاء الله المنتخب ان شاء الله قدها باذن الله، ان شاء الله المنتخب قدها ان شاء الله، ونعطيهم فرصه مره ثانيه. عندي كلام الهاجري، ليش تقاملوه؟ شوط كامل خليته، شفتوه ما سوى شيء. يا اخي ليش تعطوا الشوط الثاني، تعطوه 10 دقائق زياده؟ خلاص شفتوه ما سوى الشوط الاول، طلعوا الشوط الثاني خلاص. بس ابغى المدرب ينتبه على محسن الغساني، محمد الغساني، لما دخلوا الشوط الثاني شوفوا ايش سووا. دخلنا خالد الهاجري يا اخي ما عندي شيء، اتمنى يا اخي يركزون، والله حرام الجمهور الروح مهزوم. الجميع ذكر نقاط سلبيه للمنتخب، يعني الاداء عندك كم لاعب ما يستاهل، عندك سعد سهيل، عندك خالد الهاجري، حرام خالد الهاجري ما يلعب فريق في ناديه، ما يلعب، ايش دخل اساسي؟ كاداء المنتخب منظم، ما من لعب هاجم، لكن حرام يعني في لاعبين في المنتخب عندنا نقص، احنا جايين من عبري. شو السبب؟ واخر شيء شو السبب؟ الاداره والمدرب. اتمنى من المدرب يكون قريب، يلعب بمهاجمين، مهاجم واحد ما يعطي شيء. شاهد الشوط الاول بمهاجم واحد، اعتقد منتخب الجميع شاهد الفرص، يعني مفترض لو مهاجم ثاني اعتقد الفرص اللي تضيع اللي خلف المهاجم اعتقد يكون منه شيء من الاهداف، ولكن حرام يعني. اتمنى المدرب يا فيربك
تلعب المهاجمين مطلب هذا مطلب جماهيري يعني يعني خطأين بس من لعيبة أوزبكستان خطأين تكلفنا مباراة للمتى احنا تعبنا كجمهور تعبنا يعني صراحة للمتى ناس قاطعة مسافات وياي مكان بعيد للمتى يا أخي ما حد جمهور صراحة تعبنا نشكر الشباب على أدائهم الطيب لكن قبل المباراة أنا حقيقة حبيت أعقب على مسألة التنظيم يعني بعض الجماهير اللي جايتك متعنية من السلطنة ودافعة هي سعر التذكرة وقفة برا ليش ما عرفنا دخلنا أساسا المدرجات فاضية يعني ما كان هناك في سبب هذه نقطة نرجع لمحور المباراة الشوط الأول أنا في اعتقاد المدرب كان متحفظ أزيد عن اللزوم منطقيا هذا تصنيف المنتخب اللي احنا مقابلينه أقل عنه بالتالي إمكانياتنا أفضل كان من المفترض أن بدل ما يلعب مهاجمين مهاجمين أنت إذا ما لعبت اليوم مهاجمين بتلعب مع اليابان طبيعي الشوط الثاني أداهم طيب نتمنى أداهم في الشوط الثاني يكون نفسه في المباراة القادمة لا زالوا الكورة في ملعبنا وهم إن شاء الله عليهم بياض الوجه جزاكم الله خير مباراة اليابان منتخب اليابان والله العظيم أشكر الجمهور كله كفو عليكم والله ثبتونا عيال قابوس الله يوفقكم إن شاء الله حياك أخي أول شيء منتخبنا صراحة قدم كورة حلوة كورة تمشي في الأرض كورة بسلاسة في منظومة لعب واضحة للمدرب يا أخي بس عندنا شوي عقم هجومي الهاجر مع احترامي للاعب كبير لكن في الأفضل معنا في الدكة الأفضل في الدكة سعد السيل مفتقد شوي الحس المباريات ستة أشهر ممتعد على الملاعب في البديل الأفضل ما لازم نلعب بالأسماء سعد لاعب كبير ونتمنى التوفيق للمنتخب المشوار القادم بالفعل سعيد المنتخب لعب كلعب يعني جماعي وكذا لكن في أخطاء حكم نعم أخطاء حكم هي نعم في البلنتي واضحة البلنتي يا أخي يشكر الجمهور حقيقة الحاضر صراحة نحن معاهم أكيد هم قدموا مباراة كبيرة يمكن ما توفقوا يمكن أخطاء تحكيمية بالحكم يمكن في ضربة جزاء بس نحن عاتبوا صراحة على المدرب شوي يمكن دخول محمد غسان متأخر فنطلب إنه من المدرب إنه خلى يجري صراحة على مستوى فريق نادي النصر ما يسجل يعني وما هو اللاعب الوحيد يعني تعرف هو يلعب مهاجم واحد مفترض إنه محمد غسان أو محسن يبدو فيهم فنتمنى إن شاء الله يلعب إن شاء الله يعني رجع حسابات ونرجع المباراة بإذن الله وإحنا معهم إن شاء الله قلما وقالبا أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد في هذه المباراة وباقي أربعة باقيات مباراتين وما انتهت الأمور وما خلصت الأمور ولكن حتى هم اللاعبين يبغون يفوزون والفريق لعب الفريق الصراحة إنه فريق لعب بس ما في فريقنا حم الأول من الأساس بدون مجاملة ونحن جايين من الاتحاد يعني بدون مجاملة فريقنا ما في هداف فريقنا من الأول عبارة الناس عبارة شايفتنا والجماهير شايفتنا لو إن مثل الجماهير عبارة حياس تصيح وكذا تبى الفوز والفوز ما حد ما يريده ما حد ما يبغى ولكن فريقنا ما فيه هداف ونقول عبارة باقيات مباراتين مع اليابان ومع الفريق الثاني ونقول عسى الله يوفق إن شاء الله ويوفق الجميع ونحن كانت أهدافنا اليوم نبى نفوز ما نبى هذا الجمهور اللي اليوم ملا يعني المدرج عبارة وأكثر موجودين متواجدين العمانيين حن كأن اليوم نحن لاعبين في صحار ما كأن لاعبين في الشارقة صراحة يعني كانت مباراة ونتمنى إن شاء الله التوفيق والجمهور الذي جايين عبارة هناك نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والله يوفقهم وييسر أمورهم يوصلون لأهلهم سالمين غانمين ما شاء الله المنتخب يعني في الشوط الثاني تحرك هو لعب كرات حلوة بس كان ينقص إن الكرات البينية ما كانت مقوية عندهم كذلك التسديدات من خارج ضربة الجزاء ما كان موجود عندهم هذا اللي كان ينقصهم كذلك يعني اللعبات المرتدة على المنتخب ما كان في متابعة دقيقة يعني متابعة دقيقة بحيث إنه وش تسكر يعني على اللاعبين اللي هم الأوزبكي تقطع الكرة أقل تقدير يعني أول شيء نقول هارلك المنتخب والجماهير وصراحة كنت أتمنى ده أكثر أقوى يعني من المنتخب وحرام يعني هالجماهير كلها حاضرة لحد هنا وفي الأخير ما في أداء ما في مهاجم ونتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب وهارلك لكل الجماهير إن شاء الله. والله على المباراة كانت طيبة يعني اللاعبين أدوا اللي عليهم بس الحارس أعتقد ثغرة الغياب الحبسي اليوم ظهر فايز ما يمتلك الخبرة اللي هي الخبرة الآسيوية البطولة الآسيوية بطولة قارية كبيرة ويحتاج لها خبرة وأعتقد لو كان متواجد الحبسي كان كلام ثاني صحيح مرحبا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الجماهير اللي حضرت وهارد لك للمنتخب بس في عندنا عتب بسيط بخصوص التنظيم بخصوص بيع التذاكر احنا طبعا ما حصلنا تذاكر مجانية شريناها من هناك بس في كابينة واحدة والعدد كان كبير يمكن المنظمين هني ما كانوا حاسبين الحساب حق الجمهور اللي هذا حاضر فنتمنى إن شاء الله في المباريات القادمة يكون على الأقل فيه كباين أو الكاونترات تكون هناك أكثر
وان شاء الله نتمنى التوفيق في المباراه القادمه باذن الله. اعتقد هذه احنا فوتنا فرصه الصعود للدور الثاني. اسوء فريق اوزباكستان احنا نقابله، يعني والله والقادم بيكون اصعب شويه. شكرا. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، هذا حال الكوره. اعتقد المنتخب عليه انه ينسى النتيجه ويفكر في المباريات القادمه، وان شاء الله حظ اوفر، وان شاء الله املنا بصعود كبير. وهارد لك الجماهير، الجماهير طبعا ما قصرت. كل توفيق للحمر العماني.